أخي في تونس أو أخوي في تونس، الأستاذ العظيم سي عبد الرزاق الحمالي، نعم، والأستاذ الشاعر المتميز وهو من أحد طلبتي سي حمدي بكر. نعم، سيكون معنا مع العشرة وربع. نعم، والله تحدث الأخوان عما كتبت وأنا لا أعرف ماذا كتبت بكل صدق. جميل، ماذا فعلت؟ كل ما قدمته هي بحوث علمية، هذا أكيد. أنا لم أكتب رواية أو قصة، أو أحيانا أكتب الشعر. والأستاذ أحمد السماوي مشكورا قام بتقديم هذا الكتاب، قام بتقديم الكتاب وأثار مشكلة الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه هذا الكتاب. كان بودنا أن يكون معنا الأستاذ أحمد السماوي لكن هو في كندا. في كندا، نعم. هذا النص هل هو سيرة ذاتية؟ وهل كنت صادقا حقا كما وعدت؟ سأكون صريحا. المتكلم الذي افتتح النصوص والحلقات هو علي عبيد الأنساب، هو الذي قال وكتبت هذه الحلقات سنة 2017 شويه، بداية من 2017 إلى 2020. ووالدتي رحمها الله ماتت في الوسط، رحم الله. بدأت الكتابة وهي على قيد الحياة. وإن تأملت الصفحة الأولى وجدت صورة الوالدة الحقيقية. رحمها الله. هذا الكتاب ما هو؟ هو ليس تأريخا لحياتي، بل هو تحقيق لكيان والدتي، اعترافا لها بالجميع. أنا مدين لها ولأبي حقا بما علمانيه منذ الولادة. والدتي علمتني الطيبة إلى حد السذاجة، ووالدي علمني التفكير والمنظور الفني. هل ندمت على هذه الطيبة إلى حد السذاجة؟ لا. جميل. أنا أعشق والدتي لأنها بحق إنسان اكتملت إنسانيته، لكن الزمن والواقع ظلمها. أردت أن أدخلها التاريخ من بابه الواسع. هذا الكتاب هو لها ليس لي. والذي صورته أنا عندما أتكلم أقول حدث الشيخ علي. الشيخ علي ليس هو أنا، بل هو الصورة النمطية، الصورة النموذجية التي أردتها والدتي فيها. كانت تقول لي أنت ستكون شيخ علما منذ صغر سني. وكنت أبتسم، أعرف أني لست شيخ علم، لكنها تلك هي ذاك هو المقصد الذي أرادت به أن تنتقم من واقعها الذي ظلمها. ماتت أمها وهي في الثالثة من عمرها، ربتها زوجة أبيها ثم بعد ذلك عاشت فترة عسيرة في عائلتنا، لأن والدي وقع له حادث شغل ومررنا بفترة عسيرة نسبية، لكنها كانت في كل لحظة تلح علي أنت ستكون شيخ عالم. ومررت بفترات كدت أتخلى عن التعليم، أخرج إلى البناء أتبع مهنة أبي، وكنت ماهرا فيها وإلى حد أنه الحمد لله. لكنها هي قالت لي لن أسامحك إن تركت تعليمك، فهي التي صنعتني. كلمة بسيطة هي التي صنعتني، فأردتها أن تدخل التاريخ من بابه العالي. نعم. فهي هذه هي جائزة الأم المثالية، ولا ريب أن الأستاذة سهيرة تمعنت في مواقفي من والدتي والصور التي أبرزتها فيها، فهي صورة التشريف، فهي تستحق تلك المكانة
التي رسمتها ذهب، هل كنت في المستوى الذي كانت تأمله أم خنت الأمانة لست أدري؟ حاولت لأني سمعني وعدت بالصدق لكن لم أستطع أن أكون صادقا في كل ما قلت، لم أكذب لكني حذفت الكثير قد يثير الكثير لكي لا أؤذي الآخرين. لو حاولت أن أكتب كل شيء لكتبت كتابا آخر أو أكثر. نعم. وهي حقائق واقعية تاريخية، لو ذكرتها لأفادت لكنها ستؤذي. نعم. لأن بكل صدق عشت، وسي محسن يتبعني، عشت بعض وجوه المأساة، والحمد لله دعوات والدتي قبلها الله ومكنني من أن أصل وأحقق لها ما كانت تتمنى. ونواصل الحديث. نعم. هل نجح أستاذ عبد الرزاق حمامي فيما قاله وفيما كتبه؟ ولو كنت مكانه هل كنت ستحذف ما قاله أستاذ؟ حيث يكون ما هو تحول مع الهادي شاكر، لكن التقينا في تونس ثم التقينا بالزمالة في معهد الهادي شاكر. نعم. درست لسنوات وأنا فخور ومبتهل لأني أتعامل مع بناتي الدكاترة، هم يعرفوا أسميهم، هو نسي عليه يسمي، اللي اكتشفت فيهم أيضا دكتورة نهاء، دكتورة فيروز. دكتورة نهاء ودكتورة فيروز تحية لهم، اللي هم زاد أيضا أضافوا لنا الكثير، لأن بابات أخلاقهم واضح، تربية نسي عليه وزوجة نسي عليه أعطونا من الشباب يشرف البيت. ثم تكتشف الطاقة اللي عندهم، أنا إلى جانب القلم أنه قريتها من بعض الكتابات، لكن ما. حتى أيضا فنيا هي متميزة ودقيقة في أمورها وتنتقي مواضيعها وحسها مرهف إلى درجة بعيدة جدا، وهذا يشرفنا. أستاذ علي أيضا نتعلم منه الكثير، هو متواضع، هو قليل الكلام كما قال الأستاذ، لكن هو يعلم الكثير دون أن يتكلم، لكن صمته له أبعاد كبيرة. نعم. سيدة سهيل، قبل أن نتحدث عن هذا الكتاب وهذا وهو يندرج في أدب السيرة الذاتية، تعطينا بإيجاز الأجواء اليوم كيف كانت في معرض الكتاب في تونس؟ في الحقيقة زيارتي كانت بالأمس أو أمس. نعم. الأجواء كانت عادية، أقبال بل يعني مقبول على الكتاب. الشراء هو الذي بدا لي نسبة الشراء ضعيفة جدا. نعم. ما لاحظت هو ارتفاع ثمن الكتب بشكل مهول، وقد تساءلت في بعض الأجنحة فقيل لي أن بعض الكتب يقع يعني طبعها في الخارج، وعندما تدخل إلى مسألة الاستيراد هي تطلب الأموال. يعني الأموال، ومهما كان معرض الكتاب هو يعني فرصة يعني جيدة جدا لبلادنا، ويجتمع معها من يريد شراء الكتب يستطيع أن يجد ظلته، خاصة من له عناوين معينة مثلي ذهبت إليها واقتنيتها بسهولة. جميل جدا. نعود إلى كتاب زبد الكلمات على شتى ذكريات. هو سيرة ذاتية. نعم. وهذه السيرة الذاتية أعلمنا بهذا الانتماء الأستاذ علي عبيد، أعلمنا بذلك منذ صورة منذ الصفحة الأولى. قال هي سيرة الشيخ علي الذاتية. وأعلق على الأقوال الأستاذ عبد الرزاق الحمامي. نعم. أستاذ عبد الرزاق الحمامي. نعم. عندما تحدث عن أنه أخذ يعني وجد صدى، معناها ما قرأه في هذا الكتاب وجد له صدى خارج الكتاب.
بالفعل هذا دور القارئ، لأن السيرة الذاتية هي تنتقل من المؤلف، وعلى القارئ أن يعني يتأكد من أنها فعلا سيرة ذاتية من خلال المقارنة، من خلال المقارنة بين ما ورد فيها من أحداث وشخصيات وأمكنة وأزمنة، وما ورد وما هو موجود في الجديد. وشكرا لإذاعة فاقس وللمستمعين. كذلك سعيد هذا المساء باستقبال الدكتور وأستاذنا جميعا، كذلك أستاذ عبد الرزاق الحمامي. مساء الخير أستاذ عبد الرزاق. يكون عرضة لي للنسيان، لا أتحدث عن التنسي، الإنسان ينسى. والأستاذ علي أبيد قفز قفزة كبيرة، يعني من سنة 2017 ذهب إلى سنة 1949 زمن ميلاده، بل أسبق من ذلك. وأحسن توصيف الولادة العسيرة، كانت وصف رهيب جدا. أنا أريد أن أقول شيئا هنا قبل أن أنسى، لا تتصوروا مقدار المتعة التي شعرت بها وأنا أقرأ هذا الكتاب. له أسلوب طريف طريف جدا، لم يخطر لا يخطر على بال إنسان، خاصة عندما يجعل الرأي، وهو خبير في مجال السرديات، أن يجعل الرأي هو الصبي. نعم. ويدخل في ذهن الصبي ويستبطنه، وذلك الصبي الذي يدرك أنه عندما شرب قطرة الحليب الأولى فقد وقع في الفخ. وهنا ذكرني بتدوينة وجدتها على الفيسبوك لأستاذ منير الميلادي، صورة كهل يخاطب رضيعا يقول له لا تكبر، إنه فخ لا تكبر، يعني فلسفة كاملة ورؤية للحياة. والكتاب كله مشحون برؤى للحياة، للوجود، يعني علاقة الإنسان بالآخر، علاقة الإنسان بالكون بطريقة طريفة. وما زاد الأمر طرافة هو أنه الأستاذ علي عبيد ليس روائيا، وإنما هو في الأصل ناقد باحث، ناقد لكن يروي حكاية جيل، ليس فقط حكايتي فقط. نعم، حكاية الطريف جيل. الطريف هنا أيضا هو أنه أدخلنا إلى الخطاب الواصف الذي تحدث عنه الأستاذ أحمد السماوي في تقديمه. هذا الكتاب مشحون بخطابات واصفة يحمل فيها القارئة إلى عالم الكتابة، إلى مطبخ الكتابة، كوزين انترن، ويقول له هذه هي الآلات التي في هذا المصنع، مصنع. ثم في فعليه هو يمتلك معون الخدمة، نقول واحد باللغة الدارجة معون الخدمة. كما البرمجي اللي هو يرجع لبوه منصور الله يرحمه، من أستاء وكلمة وسطى ما تعطيهاش لأي واحد، وهو يعتز كذلك بهذه الصنعة. بالضبط. وفي التعليم أيضا راهو إنسان يدخل القاعة القسم عنده معون الخدمة، أدوات الخدمة هي البيداغوجيا الطريفة، فيها تحبب الطالب متاعه في كل الأعمار في كل المستويات، أن تكون قريبا منه وتتكلم معه على مستوى أفقي مش مستوى فوقي، وكان يخوضه ويعرج على الكلام بعض الأساتذة المتعالين في مواقفهم. وهذيك هي قدرته في امتلاكه أدوات العمل، في أدوات العمل هو تواضعه، ثم امتلاكه للمعلومة الصحيحة. وهذا يتميز به كل أستاذ مبدع في قسمه، وتحية للطالب اللي يعترف بما قدم له أستاذه في فترة من الفترات. نعود إلى كتاب الأستاذ علي عبيد، وعلي عبيد تحدث عن التعليم خلال الخمسينيات من القرن الماضي، بداية قبل الاستقلال وبعد الاستقلال تونس. معناتها لو تحكينا هذه المفارقة. التعليم كان عاشه جيلنا، جيلي أنا وجيل سي محسن، كنا في مرحلة انتقالية. نعم تفضل. كنا في مرحلة انتقالية، كان التعليم في يد الفرنسيس، الأكثر الأساتذة الذين درسنا عليهم أكثرهم فرنسيون. نعم. لم ندرس العربية إلا في حصة العربية وحصة التربية الإسلامية،
وبقية المواد أكثرها، جيلنا أخذ المشعل عن هؤلاء في فترة الأستاذ الكبير محمود المسعد. يجب أن نعترف له بأنه أسس التعليم على أسس صحيحة، على أسس صحيحة في تونس. نعم. ولم زمن الستينات بالتحديد. نعم. زمن الستينات ولم يخلفه أحد بحق. نحن أبناء المسعدي بأتم معنى الكلمة، بحيث بالإضافة إلى العلم كان هناك الوعي، كان هناك الأخلاق. المدرسة كانت نجد فيها التربية والتعليم، ليس التعليم فقط. اليوم صرنا نتحدث عن التعليم ونسينا التربية، عنصر أساسي في تكوين المجتمع. لأنه في آخر الأمر لماذا نتعلم؟ لكي نحقق لمجتمعنا ما نصبو إليه، ولا نصبو إلى مكانة التبعية، إلى مكانة تكاد تصل إلى الإفلاس. نريد أن نكون أبطالا في الكون، نريد أن نقود لا نقاد. فالمشكلة أننا كنا نتمنى أن تتقدم الأجيال التي تلينا وتضيف إلى ما فعلناه نحن. فهل وقع هذا؟ هذا هو السؤال. أي بعد تلك الطفرة، بعد ما حققناه في التعليم من إنجازات جيدة، نلاحظ تقهقرا اليوم فيما يقع. فما هي الأسباب التي جعلتنا نتخلف عوض أن نتقدم؟ لا نرضى بهذه الشخصية التونسية. أذكر في معهد هادي شاكر في الثمانينات، كان الذي يتحصل على البكالوريا من معهد هادي شاكر ويذهب إلى الخارج ليدرس يعترفون بشهادته ويقدرونها. روالي أحد تلاميذي الذين درسوا الألمانية في ألمانيا قال لي أنه قدم شرح نص للأستاذة الألمانية بالطريقة التي تعلمها عندي في السنة السابعة والسادسة، فاندهشت. سألته أين تعلمت هذا؟ في الثانوي؟ قال لها نعم في الثانوي في معهد هادي شاكر. قال لي بعدت بالأمر، لم تعرف ماذا تقول. أي هل يعقل هذا؟ اليوم في الموسيقى طبعا لا أستطيع أن أحكم، ولكني أعتقد أنه يبدع في كل المجالات التي يتناولها، لكني يمكن أن أتحدث عن الشعر. فقصيدته هذه التي اختار فيها بحر السريع، هكا سي حمدي، بحر السريع مستفل ومستفل وفاعل، واختار القافية حرف حلقي يختنق. ما معنى هو حرف شديد لا يمكن أن تنطقه إلا إذا قلقلته، وأنت جعلته ساكنا لكي تعبر بصدق عما تريد أن تبوح به فيختنق. فشكرا لك يا حمد، شكرا. من منطلق معين ونحن لا ندري إلى أين نسير، لابد أن نحدد المقاصد. بعد أن نحدد المقاصد لابد أن نفكر تفكيرا منهجيا لكي أختار المنهج الذي يمكنني من الانطلاق من تلك المنطلقات الواقعية عندي لأصل إلى تحقيق المقاصد التي ضبطتها. هل هذا وجد في التعليم اليوم؟ هذه المشكلة. إذا دخل المدرس إلى القزم وهو لا يدري ماذا يريد أن يصنع من التلميذ، فماذا سينفع؟ فماذا سينتج؟ هذا السؤال. أنا عفوا، أنا أؤمن بشيء، أن ابني يجب أن يكون أحسن مني، أن تلميذي يجب أن يضيف إلى ما قدمته له لكي نتقدم. إذا أردته نسخة مني فقد قتلت التاريخ، يجب أن يكون أفضل مني. كيف يمكن أن يتجاوزني ويكون أفضل مني؟ يجب أن أعلمه كيف يفكر، أن يفكر وكيف يفكر تفكيرا علميا نزيا لا تفسده الإيديولوجيا. أنا عندي موقف من الإيديولوجيا. الذي دمرنا هي التعصب الإيديولوجي. يجب أن نفكر تفكيرا علميا
والذي يجب أن يهتم بالتعليم لا يجب أن يكون متأدلجا بل يجب أن يكون عالما يدرك معنى العلم ومقاصد العلم لكي نتطور. لأن العصر ليس عصر إيديولوجي، العصر هو عصر تسابق علمي، من يسبق إلى الذي به يقوى لكي يسيطر على العالم. لكن في عالمنا العربي وفي تونس الأمر مختلف، لابد هناك من مؤثرات سياسية، مؤثرات إيديولوجية، مؤثرات هنا وهناك لابد أن يتأثر بها الإنسان مهما كانت. سي فيصل أعيدك أني إلى أن أموت لن أتخلى عن مبدأ الوظيفية، أنا لي غاية أريد أن أصل إليها، إذا وفقت في تحديد المنطلقات والوسائل والمنهج فإني سأنتصر يوما ما، إن لم أصل ولم أنتصر معنى ذلك أني أخطأت في الطريق، يجب أن أراجع نفسي، يجب أن ندرب. أنا لا أؤمن بأن نحشو الأدمغة، أنا عندما أقارن ما يدرسه حفيدي في فرنسا وما يدرسه أحفادي هنا في تونس نحن نضيع وقت أبنائنا ونضيع طاقات أبنائنا، فلا فائدة من كثرة المعلومات، المفيد أنك تمكنه من أن يتعلم كيف يصطاد السمكة ولا تعطيه سمكة، المثل الياباني. أنا أقول أكثر من ذلك، لم تعلمني كيف أصطاد بل سأكتشف كيف أصطاد، يجب أن أعلمه البحث منذ الصغر لكي يكتشف المنهج الذي به يستطيع أن يتقدم ولا يكون عبدا لي. لماذا نستعبد الناس؟ لماذا يبقى تلميذي عبدا لي في كل شيء يرجع إليه؟ لماذا لا يكون هو القائد؟ أنا مستعد أن أسير، وهذا ما أفعله أنا الآن، وأبنائي والحمد لله تقدموا أكثر مني، أستشيرهم لكي أتعلم منهم ولا أجد في ذلك عقدة أو مشكلة، هم وجدوا الفرصة التي لم نجدها نحن، خرجوا إلى أوروبا، طلعوا على ما لم نطلع عليه في واقعنا، لم نجده في واقعنا، لم تكن لنا مكتبات، لم يكن لنا إنترنت، لم يكن، هم اليوم يجدون كل شيء، فيجب أن يكونوا أحسن منا، وهم الذين يجب أن نعطيهم المشعل. المفروض في السياسة المنصب لا يعطى لمن يطلبه، المنصب يعطى لمن هو جدير به، لمن يستحقه، نحن ندعوه، نحن نفرض عليه، لا أن يتهافت هو على المنصب لغايات مادية أحيانا، لغايات إيديولوجية أحيانا. حرام أن نضيع تونس من بين أيدينا، ولا يمكن أن نقول هذا بالعلم، بالعلم. عندما نتكاتف مع بعضنا في آخر الأمر، أنا أدرس، أنا والأخ محسن أخي زميلي، لا فضل له علي في أجرته ولا فضل لي عليه في أجرته، كلانا يقبل أجرته من الوزارة، فلماذا نتخاصم؟ لماذا نتصارع؟ لماذا أحسده؟ لماذا يصارعني من أجل تفاهات، من أجل اختلافات الرأي؟ أختلف معك الرأي لكني سأدافع عن رأيك حتى الممات ما لم تضرني. نعم أكيد، ما لم تعتدي على حريتي وحياتي فأنا أناصرك وإن كنت أختلف معك، لكن أن تعاديني لمجرد الاختلاف وتقصيني وتحاول أن تقتلني لا جسدا بل فكرا وروحا فتلك جريمة في حق البلاد. أستاذة سهيرة، تجسيد هذه الأفكار في هذه السيرة ذاتية هي حاضرة في هذه السيرة، وخاصة كتابتها الآن في هذه الفترة في سنة 2023 رسالة مهمة يقدمها لعبيد. هي الحقيقة الكتاب محمل برسائل عديدة. نعم. فهذه السيرة الذاتية تمحو منحا تعليميا، والصبغة التعليمية مبثوثة في الكتاب منذ البداية. فهو لماذا؟ لأنه صحيح هو يسترجع ذكريات صبي وبعد ذلك يسترجع ذكريات فتى، أنا أسمعه هو، لكنه يسترجع ذلك بفكر شيخ حنكته التجارب و
شكلته تشكيلا جديدا، يعني وصارت تجربة كاملة ظلت تتحكم فيه و يعني تسوق الأحداث بذلك الزخم من التجارب. ثم حكمة، ثم حكمة نلمسها، ثم أفكار، ثم رسائل موجهة إلى الناس، افعلوا هذا ولا تفعلوا هذا. أقول لكم هذا من موقعي أنا الذي عشت تلك التجربة، هذا موجود في كامل الكتاب. في البداية كان الأمر بطريقة سردية، ولكن في النهاية وضع نقاطا، أليس كذلك؟ في النهاية كأنه لخص على أنا وكتب بحبكة بشكل سردي. طبعا في البداية كتب بحبكة سردية متينة، ليس لي أي اعتراض عليها، وأنت تعرف هوسي بالحبكة. وكم الرواية وهي ضرورية في كل كتابات، وكم الرواية سقطت في نظري لأنها فاقدة للحبكة. وكثيرا ما يزرق ما قرأنا ذلك كثيرا، ومنذ أرسطو عندما نظر للمأساة أكد على الحبكة، قال لا ينبغي أن تقوم الحبكة على تدخلات خارجية تتحكم في الحدث وتوجهه وجهة غير يعني وجهة غير مقنعة. ينبغي أن تكون الأحداث يعني فوضى غزلت قصيدتي، دبشتها من مهجتي وفؤادي، قد كنت أنسج بالحروف خمائلي وأصيد طيفا عابرا بندادي، فتمنع الحرف العنيد مكادرا وتكلم الورق الحزين ينادي، جودي علي بفيض نبضك إنني لجميل شعرك ناظر كالصادي. فنظرت للورق المجندل بالظما وصنعت معنى من رحيق رمادي، من شجو قلبي، من رؤايا ومن دلي، من نسف فكري، من رفيق ودادي، من صرخة الروح التي قد أثقلت حتى غدت جباء مثل جمادي، من برحتيه، من صقيع مرافئي، من جرحي المشبوب بالإجهاد، من حيرتي تعوي بفيض تساؤلي، من رعشتي، من حزني المتنادي. من كل هذا قد شحثت خواطري وأرقت ماء العين فوق وسادي، ونظرت للورق الذي قد ضاق بي وبوقع صمتي واحتباس قيادي، فنثرت حبري مثقلا بمرارتي وسكبت قافيتي ولحن الشادي، فخضلت الأوراق من وقع الحروف وأينع الزهر وغم حدادي. وجماله واختارت في القافية حرف الدال وهو حرف شديد، استعملت له حركة الكسرة وهي حركة أمامية، لكنها هدأت من هذا الحرف بالرتف قبل الروي فصار الهادي، من هدأت من حدة هذا الحرف، بحيث أنا أتابعها في الفيسبوك كلما نشرت قرأت لها، تمتع بما تكتب ليس مجاملة وإنما هي حق، صار اتجاها أكاديميا، صار واقعا علم العرض. نعم علم العرض. ما الذي دفعني إلى علم العرض؟ ما الذي دفعني إليه؟ هو حبي للعلوم والرياضيات، فالخليل بن أحمد مبدع بلا منازع، أبدع الكثير بالنسبة إلى الأدب العربي. كيف استطاع الخليل بن أحمد أن يؤسس علم العروض؟ لم يكن هناك علم العروض، كانوا يكتبون يوقعون دون أن تكون هناك بحور شعرية مضبوطة معينة، ولا نعرف البدايات كيف كانت في الشعر الجاهلي ثم بعد الإسلام. الخليل بن أحمد ماذا فعل؟ لم ينطلق من نظرية، لم تكن هناك نظرية، انطلق من الواقع الشعري واستقرأه، انطلق من الاستقراء، ثم جمع تلك الأشعار التي نظر فيها واكتشف النظام الذي يقوم عليه الإيقاع في الشعر العربي.
وأسس علم العروض على 5 دوائر. وفكرة الدائرة ليست هينة، والموسيقيون يعرفون قيمة الدائرة، لأنك كلما غيرت نقطة الانطلاق تغير البحر. أنا عندما أخذ بحر الكامل وهو مع البحر الوافر في نفس الدائرة، عندما تأخذ متفاعل 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 يكفي ألا تنطلق من السبب الثقيل مت، وإنما تنطلق من الوتد المجموعي عيل، حتى ننتقل من بحر الكامل إلى بحر الوافر، عيل متفاعل مفاعلة. من رجد؟ أنا لا قضية رجد. البحر الكامل متفاعل، أصل التفعيلة مستفعلة، والحركة في التاء هي حركة طارئة، لذلك بمجرد أن يدخل عليها الزحاف يحل السكون محل الحركة، تصبح متفاعل فتنقلب إلى مستفعل. تعليق على هذا التمرد، نعرف تقنيات كثيرة علم العروض وممكن يتطلب ذلك حصص وحلقات طويلة، وأكيد باش تكون مفيدة لمن يريد أن يتعلم علم العروض. علم العروض له ضوابطه. نعم، ونميز. وهو الذي به نميز الشعر من النثر، هذا الأصل. أنت لماذا تفرط في ثروة تمتاز بها اللغة العربية؟ نعم، وهي الشعر العمودي الخليلي، تتمرد عليه لكي تقلد أشعارا في لغات أخرى تعتمد فيها المقطع. الخليل بن أحمد لم يتحدث عن المقطع، لدراساته في الأمر لم يتحدث عن المقطع بمفهوم الحديث المعاصر، وإنما انطلق من منطلقات موسيقية، المتحرك والسكن. لا ننسى أن الخليل بن أحمد كان عالما في اللغة، وهو مؤسس المعجم الأول. 2، كان في علوم الموسيقى له باع. نعم، وكان في علوم الرياضيات له باع. جمع 3 عناصر لا تجتمع الآن عند العروضيين. أنا حاولت أنطلق مما انطلق منه الخليل، وأنا منبهر بما أبدع فيه. بين قوسين الموشحات، هناك تقريبا 50 مستشرقا حاولوا أن يكتشفوا القوانين التي تحكم الموشحات، فلم يستطيعوا مثل ما استطاع الخليل بن أحمد في الشعر العمودي. إذن فهو عبقري اللغة العربية. نعم، فهو مؤسس القوانين اللغة العربية. نعم، فلماذا نفرط في هذه الثروة؟ إن كنت عاجزا عن أن تكتب بالميزان، لم تكن لك أذن توقع تسمع الاختلافات بين الحركة والسكون. بين قوسين، في كتاب من كتبي نظرية الإيقاع في الشعر العربي بينت أن الكون كله حركة لا سكون فيه، وهذا ما أثبتته الفيزياء حديثا. نعم، ليس هناك سكون، هناك انتقال من حركة. الكون كله متحرك، يسبح، قد لا نشعر به. نحن الآن تدور الأرض بسرعة رهيبة، المكان ليس هو المكان، ونحن لا نشعر بشيء. إذن لنسبح في البحر. فالكون كله حركة. الخليل بن أحمد ماذا فعل؟ انطلق من تلك الحركة وقسم الحركة من واحد إلى جمع. الكون كامل واحد، خلقه رب واحد، فانتقلنا من الواحد إلى الجمع. كيف؟ بتقسيم تلك الحركة الواحدة، فانتقلنا من الواحد إلى الجمع. إذن الخليل بن أحمد استطاع بالنقر والأمساك عند الموسيقيين أن يؤسس علم العروض. مستفعل إشعال، نقر أمساك، نقر أمساك، نقر نقر أمساك. فيها بنجاحي في مناقشة أطرها الدكتورة، فقالت وهي في سنة 3 ثانوي، معناه 13 أوري نشوان فؤاده عامر جذان هيمان، نجا به اليم، يم العلم من غرق وصاغ درا، فهل اليم إخوان
ينيله العز ينيله العز عزم لا يفارقه ولا ينال العلا كسلان والهان أمد بحثا له عقل يوجهه وأن بحثا له بالعلم ريان أساسه بحثه للعين عن طرق كتابة القص مجراها وذا شان له من الفضل بعض السبق في قصص لطيب صالح في السرد ألوان لظن إذا فجرت في النفس حيرتها وبلسم مبرئ للعقل إحسان أجاد في صنعه بحثا يؤهله للفوز في ثالث الأشواط بنيان سلامه فيه موهوب لمن صنعت يداه جيلا به الفتيان فرسان توفيقه بين بكار مشتهر مبجل مذهل في العلم فنان أعز علما له خلق به دمث كأنه والسما خلان أقران نوت رياح العلاء آراء من جهل ورأيه ثابت كاليم ملآن عماد أسفاره في الدهر جرأته وموقف حاسم للجهل سجان له إخوة في العلا لم يخف ذكرهم فالعقل بينهم حوام سهران يطوف في لهفة بين السنا والسنا كأنه بينهم سكران ظمآن عجول ألفاظهم آيات مأثرة وإن رأى عقلهم رأيا فذا شان بهم وهم قلة في كونهم ظمأ فعلمهم كأسهم والكأس مليان يمينهم سيفهم والعقل رائدهم وإن منهم عليا بالعلا كانوا دعامة العلم عقل ناظر أبدا وإن عقلا له عين لحيران بين قوسين هذه القصة روحي والدي سي منصور وأمي عند الكتاب كله تكريم للسيدة المناظرة الكبيرة التي أعطت لعلي منهجا وطريقا وهدفا لابد من الوصول إليه ليصبح شيخ علما وهو يبدع في هذه السهرة وأظهر لنا أنه عالم ليس شيخا بل هو فنان في طريقة كتاباته ومبدئه لا يحب عنه.